يا هلا مرحبا فيكم اخواني واخواتي في هذه الحلقه الجديده واللي راح تستضيف فيها صديق عزيز وفنان بحريني وشخص جدا جدا عزيز على قلبي. شخص يعني عرفته من سنين واشتغلت معاه في اعمال كثيره، ويعني من الناس اللي جدا جدا مميزين وفنانين وعندهم حس واحساس موسيقي مو طبيعي. ضيف اليوم ضيف صديق عزيز وغالي علي، الأخ العزيز الصديق أحمد الغانم. أحمد شلونك، شو أخبارك؟ الله يسلمك، أهلا بيك وشكرا على هذا التقديم اللي أنا أقول يعني حرجت في مبالغ فيه يعني. بالعكس بالعكس، أنت يعني أخ عزيز ويعني مثل ما يقول نبل كثير منك يعني هني في البحرين. أول شيء أشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقة اليوم. و قبل ما نبتدي احنا في لقائنا، انا بس كنت حبيت اعرف الزوار القناة ان احنا في كل فترة بين فترة وفترة نقابل فنانين بحرينيين ونشوف نتكلم عن تجربتهم في الموسيقى، في التأليف الموسيقي، في العزف، ونشارك هذه الافكار مع الناس. يعني احمد، اذا اليوم اي فكرة تجي على بالك على اساس ان انت تعطي نصيحة حق الناس اللي هم قاعدين يشوفونا وانهم حابين مثلا يبتدون في موضوع العزف ولا في موضوع التأليف، يعني مثل ما يقولون feel free انك انت تشاركنا بهذه النصائح. اشكرك مرة ثانية احمد، وخلينا نبتدي شوية بالعودة شوية بالزمن الى الوراء. خلينا نتكلم عن بدايات احمد الغانم خلال يعني وتحديدا خلال مرحلة الدراسة الإعدادية ومرحلة الثانوية. أنا عارفك أنك أنت عازف فنان لآلة الفلوت، بس الكثير ممكن يستفسر يعني يقول هل أنت من وأنت صغير قاعد تعزف آلة الفلوت؟ يعني هل تعلمت من مراحل البداية ولا لا؟ وخبرنا بعد عن بداية مراحل الدراسة عندك، هل من الأشخاص أو الأشياء اللي أثرت عليك في هذه المرحلة؟ أوكي. طبعا أشكرك لهذه الاستضافة الكريمة، وأتمنى أن يكون فعلا هذا اللقاء لفائدة يعني إلى كافة المتابعين. بداياتي في الموسيقى كانت في الصف الرابع الابتدائي، يعني كتعلم للموسيقى. صادف أن لما انتقلنا للمدرسة الجديدة في ذلك الوقت عام 1980 أعتقد، أو أن كان في هذه المدرسة غرفة للموسيقى، وكان هناك أستاذ الموسيقى الله يحفظه بالخير لا زال موجود في البحرين وأنا على تواصل معه، هو الأستاذ محمد رياض مسعود شنا. انضممت مباشرة لهذه الفرقة، وكان شغفي بالموسيقى جدا واضح، هو لاحظ هذا الشيء. فأول ما تعلمت بدأت أعزف على آلة الكسيليفون، بعدين انتقلت للعزف على آلة الموليديكا، بعدين خلى يعني جاء يعني جاب في الفرقة أضاف آلة الأورج، وهذا كان شيء يعني حلم، يعني تحس نفسك كأنك يعني مجد الحسيني واقف تعزف يعني. بالضبط، انا بعد اتذكر يعني اول ما كنا على آلة الأورج يعني تحس روحك انك انت الفلتة، قائد الفرقه يعني. بالضبط صرت. يعني واقف ويعني ما حدا يوقف صوبك يعني عموما. بالضبط. فهاي لحد صف السادس لما انتقلت للمدرسه للمدرسه الاعداديه، للاسف المدرسه اللي ذهبت لها كانت يعني نشاط الموسيقى تم الغائه، يعني وهذا شيء جدا مؤسف. أكيد. إيه، فتم تعويض هذا بأن نادي باربار الثقافي الرياضي كان من ضمن يعني أهدافه أنه هو يستقطب الشباب والأشبال في القرية على أكثر من صعيد، ليس على الصعيد الرياضي فقط. فمن ضمنها قام بتأسيس فرقة مشابهة إلى فرقة المدرسة، فكان هذا كان ملاذ آخر وهو تعويض يعني. ففعلا استمريت بهذا الشيء، ولكن كان عندي أنا يعني دائما شغف بالموسيقى وتوق أن أنا أقرأ الموسيقى، أبي أقرأ الموسيقى. يعني كان في بعض الأحيان أصفح بعض الجرائد أو المجلات وتصادفني نوة موسيقية أوقف قدامها قد أطالع شلون ممكن أقرأ، رغم أنها علمنا الأستاذ تا وتاتي وتفاتيفي بس صح. أنا أقول هذه شلون الحين، هاي وايد مكتوبة، حتى بعض القصاصات لازلت محتفظ فيها،
قصها واخليها عندي واقول متى بقدر اقراها يعني. أقرأها. اي واو. فحصل ان انا كنت ابحث عن فرص من ف صادف ان خبرني صديق قال لي ان هناك مدرس للموسيقى في المكتبة الموسيقية في المنامة. طبعا كثيرا الان ما يدري عن هذه المكتبة انها كانت موجودة، ولكن كانت هناك مكتبة موسيقية ملحقة ومرفقة بالمكتبة العامة في المنامة اللي هي الآن لم تعد موجودة. فلما رحت فعلا كان هناك الأستاذ أيضا اهتم واستقبلني بكل أريحية، وفعلا كان يدرسني بيانو، ولأول مرة حط أمامي نوتة صدق يعني يعني نوتة مال موسيقى لبيتهوفن، وقال لي الحين احنا بنعزف هذا. انا طبعا يعني كنت متخوف اقول لا هاي ما بعزفها. وطبعا ما كان يعني انه يقول لي هذه تا وهاي تاتي، قال لي لا احنا قاعدين الحين نعزف السطر الاول. فهذا الاسلوب للامانه انا لازلت الى حد ما استخدمه، ان انت تحط الطالب وتدفعه للامام، يعني مو صح. تمشي بخطوة خطوة، لا، ايه لأن هذا ياخذ وقت، بالذات إذا يعني أنا كان عمري في ذاك الوقت يمكن 15 سنة يعني. فعموما فعلا هذه أول مقطوعة تعلمت أعزفها لبيتهوفن، كانت مقطوعة قصيرة جدا ولكن من النوتة الموسيقية، وكنت أتعلم طريقة لأن أنا حافظ أحفظ من شلون قاعد يعزف، بعدين أحاول أطبق هذا اللي عزفته بالنوتة الموسيقية. من هني بديت أتقدم في قراءة النوتة الموسيقية والعزف، وفعلا أعطاني مساحة يعني، أو مسافة انطلقت، أو يعني مثل ما يقولون مسافة كبيرة قطعت في هذه الفترة. بعد ذلك صار عندي بعد شغف أكثر، فكنت أقرأ أن هناك في معهد للموسيقى يدرسون كورسات. ففعلا هذا اللي حدث لما انتقلت للمرحلة الثانوية وانضميت إلى دورتين أو ثلاث في المعهد الكلاسيكي للموسيقى. فلما تخرجت طبعا في طبعا انا كنت لحد الساعه عفوا السنه الثانيه ثانوي في التوجيهي، كنت جدا يعني مهتم بالدراسه، فتوقفت عن دراسه الموسيقى، ولكن كان عندي صح. جهاز البيانو الالكتروني اللي شريته ولا لازلت محافظ عليه موجود عندي، كنت اتدرب بشكل دائم. ف اي واحد كاسيو ولا لا ياماها. ياماها؟ اوكي. فهذا طبعا يعني خدمني واجد ان انا كنت اعزف يعني، هو من الضروره هاي النقطه اللي جدا مهمه. اتمنى ان يعني المتابعين اللي عنده اهتمام موسيقى لازم يكون يعني اول ما يبي يتعلم لازم تكون عنده آلة موسيقية، ما يبدأ صح قبل يعني. صح فطبعا لما تخرجت اول ما رحت، انا طبعا رحت كلية التربية الموسيقية، كلية التربية الموسيقية يعني ما كان هو هذا رغبتي او حلمي، كان ودي انا اروح كونسرفتوار. ففعلا لما رحت هناك في كلية التربية الموسيقية غالبية الطلبة اللي توهم رايحين ملتحقين بهذه الكلية كانوا ألف باء تاء ثاء في الموسيقى، فأنا كنت يعني بالنسبة لهم يعني باشا يعني على قولت اي طايفهم يعني أي بيسكلي. واجد. اي اي فحتى اي يعني الأستاذة كانت مال بيانو اللي أكثر شيء ألتقي فيها بشكل يومي، كانت تجيب لي النوتة وتحطها طبعا يعني قالت لي أعزف، فكنت اعزف يعني اللي عندي، فكانت تقول لي انت جاي تعمل هنا في السنة. عموما ففي اشياء اللي هي يعني اللي لازم نعزف حسب المنهج، كانت بالنسبه لي الاشياء يعني قلت يعني بسيطه جدا، فكنت فعلا الموضوع ماخذنا ببساطه. لكن للاسف آلة الفلوت رغم ان هي آلة ثانيه، ولان الاستاذه مالتي يعني هي اساسا منتدبه، فكان يعني حظها يعني ضيق جدا في انه يعطوني فرصه ان انا اتعلم آلة الفلوت، بالاضافه الى ان اساسا كليه التربيه الموسيقيه تركز علشان تخرج الطالب كمدرس وليس كمدرس صح كعازف. وليس كعازف صح. وهذا الشيء ما كان حلمي،
ففعلا عملت جاهدا يعني بكل ما قدرت ان انا احول بعثتي السنه التاليه الى كونسرفتور. طبعا هذا السبب انه خسرني سنه امانه، ولكن امانه هي خسرتها كأن انا يعني تاخرت سنه في التخرج، ولكن تعلم ما هو خساره. صح كل ما تعلمت فتره اطول فاعتبر هاي نفس التمرين، يعني اذا انت أكيد تمرنت سنه ازيد معناته انت صار عندك مخزون مخزون اكثر. أكبر. ما في خسارة في العلم، خاصة في مواضيع بالضبط، العزف ومعرفة الموسيقى يعني. وبالذات انك وين عاد احنا في مصر، يعني تتخيل مصر لا يعني كانت ولا زالت منارة، فانت لما تتواجد أكيد في هناك فانت بينك أساتذة يعني بهنوك. بالضبط، يعني ان انت عندك دار اوبرا، اساتذة، مراكز ثقافية، ويعني هاي فرصتك ان انت تتواجد في بلد في كثير من مقومات الثقافة اللي انت المفترض تستثمرها، وهذا اللي انا سعيت له. طبعا لما انتقلت هني مثل ما قلت انا اول ما تتذكر يومك أول يوم لآلة في كلية التربية في الموسيقية، الكلية؟ إيه تذكر مثل ما يقولون يعني اي في الكونسرفتوار. في الكونسرفتوار اوكي، انا طبعا السنة الثانية رحت الكونسرفتوار ودرست في نفس الاستاذة، ولكن اتذكر اول يوم مثل ما قلت لما جيت اعزف على آلة الفلوت إيه في الكلية، طبعا هي الكلية. الاستاذة. انا رحت على فكرة فعلا في بالي اني اعزف فلوت، ولكن انا ما شريت آلة فلوت فما عندك ولا فكرة عن شلون حتى تطلع الصوت. أبت بتاتا، ويعني بقول لك هاي شيء فاني يمكن الناس يضحكون عليه. انا كل اللي عرفت ان انا اركب الفلوت ثلاث قطع، هاي الهيد جوينت، اوكي البادي، والفوت جوينت. بعد اي اول ما يعني الاستاذه بعد شافتني مستغربه ان يعني ان جاي يعني واحد يعني من البحرين يبي يتعلم آلة فلوت، بيتعلم وعادة فلوت انهم اي شيء غريب يعني. اي صح بيانو في كلية اي التربية الموسيقية. صح فقالت لي بتعرف تعزف عليه يا احمد؟ قلت لها لا. قالت لي طيب تنفخ؟ قلت لها اه. قالت لي اقول لك جوت الفلوت وقعدت يعني ما في خب انت ما بتقول لي يعني ايه انت غير كذي اللي تقول لحظه واحده انت ماسكه ازاي؟ انا حتى المسكة ايه يعني لان المواد الظاهر من انا اولا كنت مرتبك ووايد اشياء انك كنت ماسكنا الفلوت بالاتجاه المعاكس، وغير كذي يعني نفس مثل ما قلت انت استاذ وتعزف على آلة الناي وتعرف نفس المفهوم. الفكرة بالضبط هذا. مو بسالفة بالقوة، لا لا ولا بالقلق، اي هي لازم تصيد، لازم تصيد الزاوية هذه، بالضبط يعني لازم تصيد. يعني فهاي اللي حدث، يعني ان في ذاك اليوم قعدت انفخ يعني على قولتنا طلعت روحي جار راسي، وقالت لي انا عاوزك بس تطلع بس طلع نغمه الصوت. الصول بس. فكان يوم يعني صعب. عموما كان عمري ذيك السنه 18 سنه، يعني الان لما دخلت وكنت فعلا من الزيرو، فكان يعني بدات هاي الاله من الزيرو، ولكن اللي ساعد ان انا في موضوع النوتة الموسيقية، العزف البيانو، كنت قضيت شوط يعني وايد كبير، كبير. فكان هذا هاي عنصر مساعد. صح يعني اوريدي عندك فاونديشن مثل ما يقولون. ايه بالضبط، يعني انا كنت ابي فقط اتعلم هذا الشيء العملي، الاشياء النظرية اوريدي انا موجودة عندي وهاي المخزون، وكنت يعني كنت اوريدي امتلكها، على عكس مثلا من الطلبة الاخرين اللي كانوا معاي مثلا كانوا بالنسبة لهم السولفيج وقراءة النوت، العزف على آلة البيانو، هاي مو موجود هاي الفانديشن، صح فكانوا يعني يصيرهم ضغط اكثر مني يعني. صح هاي العمل صح انا اتذكر اول يوم مسكت آلة الناي، اصلا حتى ما كان عندي فكرة عن آلة الناي. احنا في المدرسة كنا طبعا حصة الموسيقى، الله يذكره بالخير استاذ محمود عزت كان مدرس الموسيقى مالنا، وانا كنت طبعا داخل في الفرقة يعني بيانو او اورج يعني حزتها، ما كان عندي اي آلة ثانية حتى. محمود عزت اللي يعزف قانون صح؟ محمود عزت اللي يعزف قانون. اي الله يذكره بالخير. اي فكان عنده مدرس رسم الاستاذ علي حفاظ، اي نعم هو كان مدرس رسم بس كان يعزف ناي، كان فنان في آلة الناي. فمرة واحدة جه وجاب ناي وياه وقال لي خذ هاي وياك الناي. طبعا نفس ما قلت
انفخ مني انفخ مني انفخ مني ما في فايدة. قال لي لا انسى الموضوع، انسى هالموضوع، هاي تاخذه وياك البيت وبس تدرب انك تجيب مرة لما يعني يطلع صوت عندك فيه تعال بعدين نتكلم على قولتهم. والله وكيلك اسابيع بس طلعت روحي بس عشان اطلع هاي الصوت هاي. والذكر كان بعد يعطيني مثال يقول لي شوف اذا قدرت تطلع صوت من غرشة الكوك هذه او البيبسي بتقدر تطلع الصوت من الناي. والله وكيلك بالضبط يعني مع الوقت طبعا طلع النوت او طلع الصوت هاي يعني خطوة رقم صفر مثل ما يقولون يعني. بالضبط. فغير بعدين يعني حتى الفلوت يعني هاي انك تعرف النوت شلون تنعزف صح، حتى طريقة النفس شلون هي تكون هاي بروحها علم ثاني وبحر ثاني مثل ما يقولون يعني. انا يعني ساضيف لك هاي النقطه صديقي. انا لما يعني التحقت يعني في معهد الكونسرفتوار كان في واحده من الكورسات او الفصول ان احنا لازم ندرس اله شرقيه، اعتقدها في سنه ثانيه عالي او شيء زين. اوكي. فطبعا هم يعطونك الخيار ان تدرس الاله الشرقيه الاقرب الى آلتك. فانا بالنسبه لي يعني الناي بيكون اكيد الناي زين. هني انا هني نقطه بقولها لك نفس الموضوع. الحين مفترض الحين انا اعزف فلوت، يقول إيه انت تعزف ناي مفروض بسهوله. هاي مو صحيح. بالعكس لا كلش مو صحيح. اي يعني لان هاي اللي حدث عندي، وهاي النقطه اللي جدا مهم ايضا يعني نضيفها الى نقطه ان اول ما تنوي تبي تتعلم موسيقى لازم تكون عندك آلة، ولكن صح. مو أي آلة. لا الكواليتي ما آلة. فهاي اللي حصل عندي بقولها بشكل سريع. طبعا معهد الكونسرفتوار هو ملاصق له معهد الموسيقى العربية. فأنا قالوا لي مدرس مالك في معهد الموسيقى العربية اليوم الفلاني فروح له. رحت هناك والتقيت في هاي الأستاذ بصراحة يعني ما أتذكر اسمه، فقال لي اسمك إيه وسولف مني معك عولة. قلت له لا ما عندي. قال لي طيب أنا حدي لك واحدة وخذها دي قيمتها يعني هالشكل هالكثر جنيه. قلت له مش مشكلة عندك ادفع دلوقتي ما عندكش الأسبوع له. وأنا قلت له موجود عطيته مبلغ. فقال لي عاوزك نفس الشيء، عاوزك تطلع صوت بس. تطلع صوت بس. ايوه. فاللي حصل ان رحت زين يوم يومين طلعت روحي بغيت اكسرها. أيوة. يعني قلت شنو هاي زين مو من يعني كرهت عمري وحسيت باحباط. صح. صدفة احد من يوم واحد بس طلع الصوت اياك. ولا لا بقول لك امانة موضوع جدا مختلف. صدفة اتصلت في يعني احدى زميلات اللي كانت وياي في كلية التربية الموسيقية بحرينية الله يذكرها بالخير، فكان على تواصل لي تسألني شو اخبارك. قلت له اخباري زفت انا مو اوكي وش فيه. قلت له صايبني كذي كذي. قلت له الحين انا اشوف روحي زين في الموسيقى طلع ان ما اعرف انفخ. اللي تقول لي صب طول بالك. بعدين ثاني يوم اللي تقول لي تعال انا عندي شغله بعطيك اياها. فرحت اللي هي عطتني عقله تقول لي هذه من استاذ نسيت اسمه بعد، بس يكون هو زوج مدرسه البيانو اللي في الكليه التربيه الموسيقيه. اوكي. عازف ناي مشهور الله يذكره بالخير موجود يعني من اهم الفرق الموسيقيه. فكان حتى هي يعني يلتقي وياي ويتعامل وياي كاني ولد، وحتى تسميه عمك فلان. وانا فعلا التقيت فيها على فكره عقب سنوات طويله في الجزائر. اوكي. فقلت لها منو؟ قالت لي من هاي الاستاذ. قلت لها والله تمام. اقول لك الله وكيلك من غير مبالغه كنت قاعد افكر صدق يعني هاي ناي مختلف. بس انا حطيته على شفتي هفيت تكلم صدق. يعني صح صح صح. فهني بديت استوعب ترى يعني رجع الامل في الحفله. الحين معقوله يعني هذاك طلع يعني قصبه ما هي مي اله مو هني. النقطه المهمه جدا ان يعني انا كثير من الطلبه اللي يسالوني يبون يتعلمون اله الفلوت فيقول لي احنا نبي نشتري اله. اقول لهم رجاء لا تشترون اي اله. انا عند يعني قبل لا نبدي ممكن
اساعدكم ونروح نشتري الاله. نختار الآلة الصح اللي تم. ايوه يعني سواء مو ضروري تكون غاليه ترى، ولكن أكيد. ممكن يكون فيها خلل أي بحيث انه يعاني التلميذ يصيد احباط ويترك يعني. أي بالضبط بالضبط. فهاي هاي النقطه الثانيه يعني. أي لا فهي لا مش ايه يعني هي السالفه مو صعبه ولا سهله، ولكن لا في زاويه معينه صحيح الكلام، ولكن بعد لازم تكون الاله جوده مناسبه يعني. صح بالضبط بالضبط. ما دام احنا قاعدين نتكلم عن الحياه الجامعيه، اكيد مروا عليك اساتذه ومثل ما يقولون اثروا في رحلتك الفنيه، من تتذكر منهم خلال هالفترات؟ والله الكثير يعني امانه. صحيح ان انا لما رحت القاهره كان وقت متاخر جدا، كثير من الاساتذه يعني غير موجودين، ولكن انا كنت احس محظوظ ان من ضمن الناس اللي درسوني واللي انا كنت اتابعهم وليهم كتب ومؤلفات، ومثل ما يقولون اشهر من نار على علم، الدكتوره مثلا سامحه الخولي، الدكتوره أكيد. عواطف عبد الكريم، يعني لما تقرا كتبهم تشوف مؤلفاتهم تقول يعني تحس نفسك ان انت ترى التقيت مع اقامات يعني. أي فيعني صح. هذه هاي واحده من فعلا ان انا يعني احس نفسي انه محظوظ ان هاي الدكتوره سامحه الخولي كانت احد اساتذتنا. طبعا التقيت مع الكثير يعني، الدكتور حسن شراره كان عميد في معهد الكونسرفتوار. بس علشان أأكد أكثر، فعلا مدرسة في المعهد الكونسرفتوار كان لها دور، هي مدرسة الفلوت اللي هي مدرستي الدكتورة أماني عبد السليمان. هي رغم أن هي كانت فعلا هي مدرستي في كلية التربية الموسيقية، ولكن مثل ما كانت منتدبة فكانت تحضر يوم في الأسبوع، هني كنت أشوفها بشكل يومي رغم أنه المفروض الدروس مو بشكل يومي، ولكن هي كانت تتعامل وياي يعني بودية، بحيث ان انا كاني ولدها يعني، تقول لي احمد تعال كل يوم عادي يعني، اي مشكلة عندك انت تواجهها والله شيء تعال. فوق هذا زوجها اللي هو الدكتور محمد حمدي، وهو من يعني من اشهر ومن اهم عازفين كلارنيت في مصر وعازف عالمي ايضا، كان يعني كثير من الاحيان لما هي الدكتورة في وقتها ما كانت دكتورة طبعا، لما تحس ان في امور معينة يعني تبين ان انا افهمها يفسرها لي، تقول تطلب مني روح الى الدكتور محمد حيشرح لك. ففعلا كان يعطيني كأنه دروس يعني، يمسكني، وكان هو طبعا صدق ودود، ولكن حزة التدريس كان يخوف يعني عادي. أي شديد يعني تحسه. ايه يعني عادي انه يقول لي اول ما ادش لي عند النوته يقول لي سيب النوته، ف في وسط العزف يقول لي بقول لك سيب النوته يعني، فانت تبدا أي تقول لي الله يستر في شيء الحين أي أي بينفلت أي عليك يعني. بس هذا في هاي كان شيء مهم، ان انت لازم يعني تحتاج نوع من الدفعة مثل ما ايوه يقولون. ان أي واحد يوجهك للشيء الصح مثلا. لان امانه انا في نقطه سلبيه تكونت عندي لحد الان مثلا، اللي هي يعني مو قادر وايد اتخلص منها، اللي هي ان النوته تكون في امامي دائما يعني. لان امانه النوته صدق هي تساعدنا ان احنا نتذكر، ولكن هي تحد من خيالك. من خيال صح. اي فلما تلتزم بالنوتة يعني ما قاعد تعطي مجال حق الارتجالات أو الحرية في العزف نفسه يعني. هو يعني هو طبعا لما هذا هاي في بعض انواع الموسيقات صحيح، بس انا اتكلم حتى في الموسيقى الكلاسيكية هناك أي. ما في مجال ما في مجال هناك صح. اي ولكن في شيء هو يعني في حاجز يعني على قولتهم وهمي يخليك ان وكانك انت ناسي او بتنسى، وهاي مستحيل يعني. لانه تدري انا وانا اتدرب على المقطوعات المنهج مالي في البيت، انا النوته في الشنطه، انا افتر في الغرفه مالتي ولا في الصاله اعزفهم من خيالي، ولكن من خيالك. مجرد ما يصير الصدق او الامتحان ولا البروفه ارد احطه، وكان معناته شيء وهمي. هذا صح. الشيء على فكره في مره من المرات يعني حدث وفعلا تخلصت منه.
خلينا الحين انا بنتقل لشغله يعني هي ما كانت في الجامعه. هاي حدث مع احد الاساتذه اللي عقب التقيت فيهم وهو انا احس استاذي وسام بستاني. اذا صار حديث لاحقا احنا ممكن نتكلم عن الموضوع. الحين طبعا في وقت الجامعه ومن جزء من الدراسه لازم طبعا انكم تسوون لايف بيرفورمانس وتعزفون كجزء من الاوركسترا نفسها اللي موجوده. طبعا خلك من مهاره العزف ومعرفه النوته والعزف بشكل صحيح، هاي كلها على الصوب. حزت ما انت مع اوركسترا تعزف مع مجموعه كذي، في اشياء في عناصر ثانيه تدخل في الموضوع، يعني المهم تقولون السايكولوجي مال طريقه تعاملك مع الفرقه نفسها. شنو تقدر تنصح حق الناس اللي قاعدين اوكي اللي يقول لك مثلا او اللي حاب مثلا انه يكون جزء من مجموعه كذي، شنو العوامل اللي ممكن او النصائح اللي ممكن تنصحها هاي الناس انه يخلون بالهم منهم مثلا في طريقه التعامل مع العازفين الثانيين ومع مثلا منفذ المشروع نفسه؟ يعني انت استرجعت خليتني فعلا يعني ارجع بالذاكره الى يعني زمن او شيء جميل يعني رائع، احساس على وتر الحساس. اي يعني احساس رائع جدا، يعني ان انت تكون وسط الاوركسترا وتعزف. في البدايه يعني مثل ما قلت انا هاي من ضمن الحصص اللي كانت رائعه، احنا كان عندنا حصه واحده في الاسبوع يسمونها اوركسترا، يوم الخميس نروح وتقعد يعني وسط العازفين. وكنا طبعا في سنواتي الاولى انا درست اول شيء دبلوم يعني كاني ثانوي اوكي، وكانوا يسمونها اوركسترا الاشبال اعتقد. وكان الاشياء اللي نعزفها يعني مبسطه يعني او خفيفه مثل ما يقولون خفيفه ايوه. وانا طبعا لما رحت مثل ما قلت زملائي كانوا يعني مجتازين بمسافه كبيره جدا، يعني كنت انا بعضهم حتى اسالهم ازاي بعزف دي، بعضهم يتفلسفون علي وبعضهم ما يعطيني وجه. فهذا الشيء انا الحمد لله جاوزت النقطة اللي بديت فعلا بعني. يعني لما كنت في هاي مرحلة الدبلوم كنت أمانة مستمتع ومستانس إن أنا أعزف أوركسترا، بس ما اكتشفت هاي الشيء إلا لاحقا لما رحت في المرحلة العالية. طبعا هناك في المرحلة العالية يبدأون يختارون أفضل عازف فلوت، ما له علاقة أنت في سنة أولى سنة ثانية ثالثة، لا إذا أنت لو أنت أحسن عازف، بس أحسن إيه؟ عازف يخلون فلوت أول أوكي. اللي عقبه يخلون فلوت ثاني. فأنا أول سنة كان أوكي فلوت ثاني وثالث، بس من ثاني سنة المايسترو كان روسي الله يرحمه اختارني أنا قال لي كالفيرست فلوت أول. هني بديت أشعر ترى علشان أولا أنت تستمتع لازم تشعر أن أنت جزء من هذه المجموعة. صح. قبل كنت أنا أمانة كأني بس أتابع النوتة شلون أن أنا ما أبي أغلط. لا. صح. هني لأن اللي يحصل في الموسيقى السيمفونية يعني وكأنه هو واحد يعزف بيانو، فأنت تعزف نقص يعني نغمة واحد مال صبع واحد. صح. فأنت لازم تشعر ترى يعني لازم أنت جزء من هاي الشيء يعني. هني تبدأ تشعر شلون جمال النغمة اللي أنت قاعد تعزفها أو الميلودي وأنت تعزف وتسمعهم وراك. فالنصيحة اللي أنا أبغى أقولها مثل ما قلت صديقي إنه أنت لازم يكون عندك هذا الشعور إن أنت جزء من هذا التكوين. صح. اللي طبعًا طبعًا هاي الشيء لما تخرجنا وإحنا يعني صار عندنا الآن مثلًا في الفرق واشتغلنا للأسف هاي الشيء صعب يتحقق ببساطة لأن الهندسه الصوتيه هي اللي تتدخل ترى وتفسد هذا الشيء يعني. صح صح كلامك صح كلامك رغم انه يعني ممكن تجاوز لو كان الاجهزه مناسبه كان طاقم الهندسه ممكن تحقيقه يعني، ولكن في الموسيقى السيمفونيه لا، الموضوع بكل بساطه ان انت فقط تبدا تشعر بهاي الشيء ترى لما حد ما تروح فوق ما تتحد تسمع يعني هذا تحس نفسك كأنك انت وردة وسط حديقة يعني. صح صح بالضبط بالضبط.
احساس جميل يعني صراحه، يعني حتى انك انت تكون مثل يعني ما يقولون جزء من، خاصه في يعني في الوقت البروفات وقت هالاشياء كلها، انت يعني قاعد تبني علاقه مع كل الاشخاص اللي موجودين هناك. بالضبط صحيح. فيعني حتى مثل ما يقولون حزت الحفله نفسها، يعني كل هاي الطاقات كلها تطلع في نفس الوقت ويكون شيء جدا 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 جميل. اوكي، عقب ما خلصت احمد مرحله الجامعه ورجعت البحرين هني، خبرنا عن اول وظيفه لك. انا طبعا وانا كنت يعني ادرس، لما كنت ارجع في الصيف اشتغلت بشكل يعني جزئي في مركز سلمان الثقافي لمدة عامين. أوكي. أي فهذا كان طبعا شيء جميل أيضا. كنت طبعا مركز سلمان الثقافي يمكن الكثير الآن يعني هو موجود لازال ولا لا ما أدري أمانة، بس يعني موجود مركز سلمان موجود. بس أعتقد الأنشطة شوية اختلفت، ما أعتقد نشاط الموسيقى يعني جزء نعم. كبير منه يعني صار أكثر يعني شيء رياضي او ثقافي اكثر من انه هو موسيقى يعني. ايوه كان بصراحه يعني انا كنت اسمع فيه، ولكن انا يعني لان اخوي ابراهيم اللي هو الفنان ابراهيم الغانم كان مدرس رسم، فاقترح علي ان انا اكون موجود هناك، لان ضار المدرس اللي كان موجود طلع. بس انا هناك التقيت مع الدكتور جمال السيد. يس. فهذه كانت يعني شيء حلو احيانا ان انت تلتقي مع احد رواد الموسيقى في مكان معين. اكيد ايوه نوجه لك كل التحيه. فامانه يعني كانت فتره جميله ممتعه، ومنها هني بديت انا اتعلم شيء جديد. انا كنت امانه شنو ندرب الاطفال على الاناشيد وندربهم العزف على يعني اساسيات آلة البيانو، ولكن اللي الشيء اللي كنت اتعلمه منهم امانة انا كنت يعني في عندنا مكتبة كبيرة للاناشيد، فكنت اجيب النشيدة واحطها امامي والاطفال في بعض الصور يعني حتى ملتفين حولي، فانا اقول لهم خلونا نختار نشيدة ونغنيها. فكنت انا اتعامل بارتجال يعني ايش رايكم في هذه؟ اقول له قول لي ايه اوكي يا استاذ. فابدا ابتكر لحن يعني لحظي. حلو. فاشوفهم احيانا واحد من الالحان يستمتعون فيه. زين بعدين لحن ثاني مثلا لما بروح الكوبليه الثاني اشوفهم شكلهم بردوا. اي هني ابدا استوعب اولى هاي شكله معي ابدل. فهني بديت كاني اتعلم من الاطفال مزاجهم يعني ان انت صح. يعني فأمانة هاي كانت يعني تجربة جميلة وساعدتني، وفعلا لما تخرجت واصلت في أول صيف واصلت العمل في مركز سلمان، ولكن كتعيين رسمي كوظيفة أساسية لأن أنا كنت مبتعث من قبل وزارة التربية والتعليم، فتم تعييني كمدرس للتربية الموسيقية. أول مدرسة كانت مدرسة الإمام الغزالي في الدوار العاشر في مدينة حمد، وفعلا في هاي المدرسة يعني كانت أول سنة مفتتحة يعني، فما كان فيها لا آلات ولا شيء، فعملت يعني جاهدا على أنا بعلق على هاي النقطة على بوست شفته لك قبل فترة. أيه. عن أول يوم في دوامك في هالمدرسة. أيه. أي يعني كان تشاركنا بس بهاللحظة. أي طبعا أنا طبعا رسالة تعييني استلمتها متأخرة يعني في هني ذكرتني أنا لما بدأ العام الدراسي وما اتصلوا في الوزارة ما طرشوا لي رسالة، فبديت أقلق ترى ممكن ما موظفوني. مدارس المعارف الخاصة كان مكانها قبل في شارع البلاد القديم. زين اتصلوا فيني اللي يقول لي نبي مدرس موسيقى، وفعلا درست هناك شهر. كانت تجربة بعد مختلفة يعني. زين بعدين جتني الرسالة التعيين إلا عقب أسبوع داوم هناك، فأنا طبعا من كثر ما أنا مستمتع وعندي يعني على قولتهم حماس أوفر، قبل بيوم أنا عمي هناك ساكن في مدينة حمد قلت أنت دلي هاي المدرسة، قال أنا دلي الدوار عاشت تعالوا، ورحت هناك
ونلف كذي نقز المكان اللي يقول لي هني هذه، قلت له ها اوكي. بس ثاني يوم الساعه يمكن 6:15 انا هناك عند باب المدرسه، زين ما في ولا سياره، ما في يعني ما في احد. حتى شكيت قلت يا اخي لا يكون اجازه ولا شيء. اي يعني مو من دخلت قعدت امشي فروقة المدرسه ما فيها حال، بس مبطل البوابه. اي فقعدت رايح جاي ورد ارجع بالسياره وانا ما ادري ايش اسوي. عقب شوي فعلا رديت دشيت اللي طلع مدرس اسمه جاسم، يعني ما اتذكر الان، وكان مدرس الاجتماعيات. صادفني فسلمت عليه، استاذ انت هني بالمدرسه؟ قال نعم. قال لي من انت؟ قلت لك هلا هلا استاذ. وش صاير؟ في اليوم تدريس؟ والله لا. قال لي اي تدريس؟ صبر صبر انت مستعجل انت. يقول لي تونا اليوم المفروض يتجمعون المدرسين، ولان مدرسه جديده فاحتمال كبير انهم لما يروحون دوامهم في مدارس الاوليه يتلقون على ما يجون يعني هاي. ايوه فلذلك ما فكان يوم ايه يعني ما انسى امانه، كان 16/9/1996. وفي نفس هذه السنة يا أحمد أنا تعرفت عليك، ما شاء الله. أو أول مرة أشوفك كان في الحفل اليوم الموسيقى العالمي، أوكي، اللي كان في صالة مدينة عيسى الثقافية، كانت تذكر. وأعتقد حزتك كنت أنت من المنظمين حق هاي الحفل صح؟ لا أنا يعني أنا في سنة 96 كنت يعني الحفلة اللي قدمتها مع عازف، يعني نص حفله شاركت انا في هاي المهرجان بنص حفله مع العازفه اعتقد اوكرانيه اسمها تيانكا. ولكن الناس كثير يعتقد ان انا امانه من المنظمين. ليش؟ لان كانوا المنظمين يستعينون بي ان انا اقلب الورق لعازفين البيانو. فيمكن هذا الشيء امانه، يعني انا كنت استمتع بهاي الشيء على فكره. إن لازم اللي يقلب الورق واحد يعرف يقرا موسيقى يقرا صح. اي اكيد طبعا يعني ايش بتقلب يعني. هاي يمكن الصوره اللي وصلت، لان انا ترى يعني ما صرت منظم. اول مهرجان للموسيقى اشتغلت فيه كمنظم هو عام 2004. يعني اوكي يعني فشاركت في تنظيم المهرجان هذا يعني لاحقا. إيه اتكلم عقب عقد يعني. نعم. بس انزين عقب ما بديت انك انت تشارك في تنظيم هاي هو الحفل اللي يصير كل سنه، هل تتذكر الاشياء اللي كنت المشاكل او المعوقات اللي كانت تصادفك وقتها من جهه من ناحيه تنظيم، من ناحيه انك انت ترتب مثلا مع مختلف الجهات المعنيه وكذي؟ هل تتذكر اي لحظات ممكن مثلا هي يعني تطرا على بالك من ناحيه التنظيم حق هاي المؤتمر؟ أنت قصدك اللي هو مهرجان البحرين الدولي للموسيقى يعني؟ إيه بالضبط. إيه أمانة يعني لأنهم كانوا يسوون الاثنين مع بعض حزتها. اللي هو شنو؟ إنه مؤتمر؟ اللي هو شو اسمه؟ حفل يوم الموسيقى العالمي. هني اللبس على شوف صديقي، هو المهرجان البحرين الدولي للموسيقى أول احتفال يعني محسوب، يعني لو منها بدأ الدورة الأولى كان انطلاقتها عام 1992. كان الاسم يوم الموسيقى العالمي. يوم الموسيقى العالمي صح، أنا غلطان. أنا على فكرة يعني لازلت محتفظ بالكثير من الكتيبات، وأنا أعتقد يعني واحد من الكتيبات وأنا أقرأ صادفني اسمك طبعا رغم أنه مو مكتوب. لازم تصور لي اياها هذه. التخت الشرقي مكتوب اكيد حزتها كان. ما ادري يعني اذا تحب الحين انا الحين ممكن اعرضها اروي الناس. بس صور لي اياها بعدين احسن. ان شاء الله. لان اللي مكتوب هشام باقر. هشام عاد بو اوكي. لا سوري، هاشم باقر صح؟ اي هاشم باقر صح. صح مو صح. مكتوب العلوي. اي صح. انا قلت هاي من بالذات قلت هاي بس هذا حزتها هاي صديقي يعني حزتها كنا احنا انا وحسين اسيري وواحد كان ويانا اسمه سليم، وكان بعد اذا ما خبني الظن كان ويانا بعد الاستاذ علي حفاظ اللي قلت لك عنه اللي هو اعطاني آلة الناي. كان يعزف عود وهو ويانا حزتها. فاحنا بعد حزتها كنا
خبرك يعني يا زعم فلتك انه تخت شرقي واللي يعزفناه واللي يعزف قانون وهاي اكيد. لا الفنان فنان ترى يعني امانه يعني الواحد ما يقل مش لان شوف يعني امانه هذه الكتيبات وانا لازلت اقولها من زمان انه يعني لازم اي واحد بيسوي اي فعاليه لا صح. تقلل من شان اكيد ان انت تسوي وثيقه لان توثق هاي الاعمال ايوه صح. الفكره هذه واحده من الامور اللي انا تعلمتها من مصر. حلو. مصر يعني وبعدين طبعا شفتها في الدول الثانيه هذا حق ادبي يجب عدم تجاوزه يعني. بالضبط. يعني هني للاسف في جهات رسميه او جهات يعني حتى اهليه يسوون فعاليات وينتدبون ناس في النهايه ابسط الحقوق ما في ايه صح برنامج يعني انه يعني صح اوكي انت لما بتعزف انا اعرفه ان هذا هاشم العلوي طيب ايه عشرة يعرفونه ايه طيب مو في ضيوف ما يعرفون ما يدرون صح كتب نبدأ عنك كتب شيء كذي يعني ايه بالضبط. والكلام الكلام اللي هو التقديم هذا ترى بيروح صح لان صح. الان صار الناس يدورون وين مكان الموسيقى بس يبون بالضبط. يسمعون بس يبون يسمعون على السرع وخلاص ايه صح. وبعدين بتم استقطاع هاي الكليبات وبروح اسم هاي الفنان بالضبط. فأمانة انا احتفظ يعني بغالبيه الدورات طبعا تم يعني تغيير اسمه هذا المهرجان او من يوم الموسيقى العالمي غالبا يعني لان حسب انا الشهادات اللي انا يعني لان غالب كل المهرجانات تقريبا لحد المهرجان يمكن 15 شاركت فيهم عندي شهاداتهم فكان مكتوب يوم الموسيقى حتى المهرجان الثامن تم تحويله الى يوم الموسيقى العالمي صح صح. انا صح. على هذا المنوال بذكر نقطه امانه في الدوره الثانيه او الثالثه من المهرجان او يوم الموسيقى العالمي كان واحد من المشاركين فهذا هو من دكتور محمد حمدي عازف الكلارنيت اللي قلت لك بانه اوكي زين أي. فشارك هني فانا كان من ضمن اهتماماتي وشغفي كنت اسوي لقاءات ويا موسيقيين شباب ويا الاساتذه فهناك سويت لقاءات واحد منهم مع هاي الدكتور متى عاد يعني هو المهرجان صار في شهر 10 خلصنا انا لما رحت هناك قلت للدكتور انا حاب اسوي لك لقاء تسمح لي ونبي نتكلم عن شنو عن مشاركتك صح اي قال لي حاضر يا احمد اللي تعب ففعلا قعدت وياه فللحين اتذكر هذا الموضوع يعني سولفنا حتى كان احد العروض الشعبيه اللي موجوده كان فن الفجري طبعا أيه. ايضا في صاله ثقافيه لفنية أيه. عيسى اللي صح. ناس وايد ما يدرون عنها الحين اي اكيد يعني احنا ترى محظوظين يعني شاركنا اي لا احنا لحقناها في عزها مثل ما يقولون اي بالضبط فعاد كنت اساله اقول له واحد من الاسئله في هاي الشيء الجميل لما واحد يجي من البعيد يشوف شيء انت تشوف بشكل يوم انت ما تشوفه انت ما تنتبه له يعني اقول له لما شفت الفن الشعبي هذا شنو اللي فهمته قال لي والله انا هاي ابسط لما قالوا يقولون يقول ده صوت البحر يقول صح ده صوت البحر فانا اقول لك امانه انا يعني مو مخلي في بالي انا شيء اي صح هاي نقطه فتح عينك على هالموضوع يعني اي هاي مثال قال لي بالاضافه شايف الراجل اللي بيروح فوق كذا بنط وبيقى ده الغواص ده الغواص صح ها انا كنت يعني في امور معينه فانا اقول له امانه دكتور انا يعني ما قاعد اشوف هاي الشيء من قبل قال لي هو اللي لفنت بقى قال لي شوف احمد في نقطه جدا مهمه الانسان القريب من الاشياء ما يشوفها صح ما يشوفها لازم بعد عنها تبعد او الصورة واحد كاملة من بعيد يعني. يشوف الصورة اجمل والاشياء اللي بشكل يومي تشوفها او يعني تتكرر امامك ما تثير انتباه لكن صح. اللي يجي واحد من بعيد ويشوفها لاول وهلة
زين يحاول يطالع التفاصيل اكثر. صح. من ضمن الامور اللي هني اللي بقول لك امانه هو قالها، قال لي احمد لكن اي لما سالته اخر سؤال اقول له ايش رايك يعني عندك يعني ملاحظه على المهرجان؟ قال لي اه. قال لي عارف يا احمد يوب الموسيقى العالمي فين البحرين من اسم المهرجان ده؟ مهرجان. شلون؟ قلت له يقول لي اه، يقول يعني العالم كلها بتحتفل اليوم موسيقى العالم. طيب ايه عرفها ان البحرين هي اللي بتعمل المهرجان ده؟ فامانه فعلا هاي اللقاء يعني موجود وتم نشره في صحيفه الايام غالبا، فكان فعلا رؤيه كانت حقيقيه. طبعا ما ادري المسؤولين التقطوا هذا من الفتره او لاحقا، ولكن فعلا هو هذا الاصح. يعني ان انت لما تبي تاسس مهرجان يحتفل بشيء معين لازم يعني رقم واحد يكون اسم البلد موجود فيه، موجود هذا رقم واحد. بس ارد اقول اللي كان اهم واللي يميز مهرجان الموسيقى الاهم هو وجود العنصر البحريني بشكل لافت، صح. وهذا الشيء كان متحقق من قبل بشكل كبير. ومثل ما قلت لك ودي على ذلك يعني مشاركات تيم، واحنا صح. بعدنا على قولتنا نحبي يعني بالضبط بالضبط. كثيرين يعني كثير من الفنانين اللي الان صاروا محترفين بعضهم كانت صح. بداياتهم ايضا من هذا المهرجان يعني. بالضبط ايوه بالضبط. كنا يعني ننتظر بفارغ الصبر يعني، وكان متى بيجي شهر 10 عشان نشارك فيه يعني. اي صح. واتذكر احنا يعني عقب ما نخلص الفقره مالتنا ونشوف الفرق اللي كانت تجي، وطبعا يعني فرق من كل مكان من كل بلاد العالم كانت تجي هاي الاحتفال هاي، فيعني احساس جدا جدا حلو انك انت بعد ما تخلص تشوف الناس اللي جايين هناك تشوف هاي يعني اساتذه قاعدين يعزفون بالضبط، وان انت صرت وياهم وان انت صرت في تقريبا في نفس الليفل يعني اكيد يعني هاي، بس انه يعني احساس جدا جدا جميل انك انت قاعد تعزف وانا يعني مثل ما تقول انا يعني كانت مبادرة جدا حلوة من البحرين ان هي تحتضن هذا العمل بهاي الطريقة حزتها يعني. صحيح. وبما انك انت تكلمت عن موضوع المقابلة مع الاستاذ، احنا طبعا احمد الغانم هو ايضا باحث في الموسيقى وكتبت العديد من المقالات في الجرائد اضافة الى تقديمك البحوث المختلفة في مواضيع اللي تخص الموسيقى، وانت تكلمت اوريدي عن موضوع اللي هو الموسيقى الفجيري ان يمكن هو كان الباع الاكبر في او النصيب الاكبر في بحوثاتك او كتاباتك. ليش ما نشوف المزيد من احمد الغانم الباحث اليوم؟ يعني هو ارتبط موضوع البحث في موسيقى الفجر بشكل كبير بفتره عملي في دار الثقافه والفنون. انا طبعا اشتغلت مثل يعني بنرجع بشكل سريع، اشتغلت مدرس لمدة 10 سنوات تقريبا، بعدين وزارة الإعلام في عام 2004 انتدبتني لمدة سنة واحدة لتنظيم مهرجان الموسيقى بالتعاون مع طبعا كان رئيس القسم الأستاذ أحمد جميري. السنة اللي بعدها تم طلبي من وزارة يعني التربية يعني بشكل رسمي ان وزارة الإعلام تاخذني توظفني عندها. فهني صرت في رئيس قسم الموسيقى والفنون الشعبية. أوكي. هذا خلاني قريب جدا من الفرق الشعبية، وكنت أحضر تدريباتهم وكنت أصورها يعني بشكل دائم، وكنت أحاول أيضا أقاربها بما موجود من كتب. فخلاني فعلا أن استكشفها بشكل اكثر يعني، حتى مثل ما يعني نظرتي انا يعني كواحد دارس للموسيقى اكاديمي تختلف عن اللي يعني اللي يمارسونها بشكل تلقائي. صح. يعني امانه يعني هاي فن الفجيري ليش انا مثلا ماخذني اكثر؟ لان يعني من اعقد الفنون اللي ما حد يتخيلها. يعني مثلا يعني العدساني هاي مثلا يعني واحد ما يتخيل انه هو مكون من
48 كروش. أمم زين، هذولين يقولونها يعيدون هذا الطقم زين بشكل متتالي عشرات المرات من غير اي خطأ. طبعا انا ما اتكلم عن الفترة الآلية، انا لما يعني نسمع من الارشيف، يعني كنت أي 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 اسمع من الارشيف من بن صح، علان بالطنية شغلة تسمع ولا غلطة. ما في، ما هم أي كانوا يتنفسون. صح، فيصير انه كان في مؤتمرات زين، يعني هاي البحوث انا كتبتها شاركت بها في مؤتمر الموسيقى العربية في القاهرة واحد منهم، وايضا في مؤتمر المجمع العربي للموسيقى، بالاضافة نشرتهم في بعض الصحف. فكأن في يعني في سبب ان احد يطلب منك ان او ان تبي تشارك فيه، فان عشان شيء اكتب هاي البحوث يعني. ولكن امانه انا استفدت منها حتى في الموسيقى، يمكن يعني انت شاهدت اللي هي مشروعي المؤجل صح واللي هو قائم على هذا الشيء، ان انا حاولت يعني استثمر او استوحي، وهي النقطه اللي جدا مهمه، تراث يعني تراثنا احنا اللي هو هاي واحد منهم فن الفجيري في كتابة عمل موسيقي. موسيقي صح. وطبعا انا اود ان اكد على هاي الجانب، في ناس يقومون بهاي التجربة ولكن يقولون عنها يعني يقولون عنها ان هي اطور التراث. لا، ما حد يقدر يطور التراث. التراث هذا كنز، كنز علشان تحافظ عليه شنو تسوي فيه؟ تنظفه ايه صح، وتحفظ عليه مثل ما وتعرضه هو، مرة ثانية. اي، وترد تروح تطالعه وتكتشف في الديتيلز اللي فيه، الجمال صح اللي فيه، وتحاول تستلهم منه. فهاي بالضبط. اللي حدث يعني. انا يعني عشان كذي يعني هاي عمل من الاعمال اللي سجلناها في استوديو باش مهندس يعني عمل هاشم، جميل يعني عمل صراحة. منه طبعا استوديو، وللحين طبعا ما وقفت انا، ولكن هو احد الاحلام ان شاء الله بتحدث. ما أكيد ادري، خلت خلص كورونا يصير خير. احنا جاهزين، انت بس قول وأشر وجيب النوتة وياك وتوكل على الله. يعني فعليك يعني في عمل ثاني بعد ان شاء الله هاي اللي ببدأه، واللي هو فعلا شيء استثنائي اقول لك. وامانه هو الجميل فيه ان انت لما نفس الحاله، شفت الكلام اللي تكلمت عنه الاوركسترا صح تكون صح وسطتهم، حدث ان انا في واحد من الاجانب هنا كان موجود وحاب يسوي مشروع ويا فرقه شعبيه مال فجيري، فطلبني ان انا اكون انا مساعد وياه لانه اوكي تورط وياهم ما عرف اكيد، يعني ايه. ايه ما يعني هو الكوميونيكيشن شوية صعب يعني. بالضبط لغه من صوب وفي اشياء وايد يعني هو ما يعني مو قادر يوصلها، بينما انا يعني كنت استوعب ان طبعا الفجيري في له 5 فصول، كل فصل الى ضرب معين، هاي الامور يعني يعني لو ما 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 يعرفها يعني طبعا. بالضبط يعني يحتاج لي يعني سنوات يعني انه يستوعب. فكنت انا وسيط وفي نفس الوقت دخلت في هاي التجربه. امانه قضينا بروفات كثيره وسوينا الحفل في يوم الحفل، امانه زين، واحنا متفقين واحنا نتدرب على ان احنا نعزف لحن في ارتجال يعني حواري ما بينه، يعزف على الهارب جيتار وانا الفلوت، والفرقه إيقاعات الايقاع والفرقه ان بتوين يعزفون، وانا كنت جدا مركز على هالجانب يعني اقول له الفقرات اللي هم يعزفون فيها احنا ما نتدخل ولا نقول لهم سووا شنو، هم أي يسوون اللي يبونه صح احنا نسوي، لان قلت له هذه منطقه حساسه أساسا ما تدخل فيها، احنا فقط نجيبهم كانهم اطار وانهم يعني باك جراوند وقت اللي احنا نعزف، ولكن لا تقول له اطلع فوق تغير، لان تدري من ضمن الاشياء اللي هم يسوونها بشكل تلقائي وهي موجوده من قديم، انه صح التون يبداون في درجه معينه وهم بشكل تلقائي يرتفعون شوي نص شوي. اي ايه فوق يعني، صح فقلت خلهم هو كذي احنا اللي نعد الامور. فعموما اللي حدث انا هاي العدساني يعني من كثر ما هو طويل ومعقد ما يعني كل يعني انا بنفسي اخاف منه. ذيك اليوم في الحفله ولا ارتجل ظهر لحن عندي امانه،
زين، انا ما هو في بالي، وهذا اللي يحدث احيانا، هذا اللي صح. يسمونه الهام، او ايه انه ان انت خلاص شبعت، فصار يمر في مخك اللحن على هذا الضرب اللي مكون من مثل ما يعني هي 16 مازوره، فكانت تقمصت للحاله، وفعلا كتبت لحن. عقب ما خلصنا من الحفله والجمهور اللي صوره، حاولت القطه فعلا ترى، وعدت الجمله مرتين. شلون عدت يعني طويله الجمله، اي طويله، صح، ف شلون تألفها وتعيدها في نفس الوقت على طول يعني. وطويله يعني، مو احنا اي يعني الجمل العاديه اي الاعتياديه صح، انه يكون من 8 مازورات ما اي صح، وعبارتين، مازون والعباره بالضبط الاولى هي نصها العباره الثانيه في الموضوع الثانية. هذه. لا يعني، ف اي احتفظت فيها، نوتها، وفعلا وهذا ان شاء الله بيكون احد التركات في مع هذا العمل اللي انا سويناه ممتاز، دونت جو حلو يعني. حلو ممتاز، في انتظارك. ان شاء الله. خلينا نتكلم عن تجربتك مع الفنان الكبير مارسيل خليفة، شلون تعرفت عليه وشلون صارت هذه التجربة؟ طبعا مارسيل خليفة في سنة أعتقد ألف، يعني أول مرة وصل البحرين هني في عام 1997 يمكن أو 98، عندما جابوا مركز أو الملتقى الأهلي الثقافي، يعني أتوقع البحرين كلها حضرت هاي الفعالية. ايه تذكرت أنت صح. ولا لا؟ كان في النادي، لا كان في النادي الأهلي. ما كنت في البحرين حزتها، لا اوكي ايه اوكي كنت في جامعة في امريكا حزتها اوكي 97، ده اي 97 97 اعتقد او 98. زين، ايه طبعا مارسيل خليفة، احنا من اليوم احنا وش اسمه يعني على قولتهم اطفال كذي، ايه 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 صح نطلع في الشوارع كذي، ايه واحنا لان يعني اهلنا اصدقائنا كانوا يسمعون مارسيل خليفة، وكان في ذيك الوقت يعني مو من الاشياء المشروعة جدا كان يعني. اي صح زين، صح بس احنا حافظينه كل شيء، فحتى احيانا نطلع من الراكض في الشارع نغني كما ينبت العشب، ما نشوف اللي جاي خالتي او خالتي، اسكت اسكت شكت. عموما يعني شيء مضحك، احنا ما حافظينهم كامل يعني، اغاني صح مارسيل خليفه حافظينها كامل. ما يعني ما اخفيك، كنت وانا يعني في سيرتي يعني بداياتي الموسيقية، كنت واحدة من الأحلام مالي إن أنا أبي أعزف تعزف معه. مارسيل خليفة. كنت كذي بس يعني كنت أحس إنه هو الماكسيمم يعني. ايه فعموما في هذا لما حضر في فعالية هني في الملتقى الأهلي الثقافي، كنت أنا أحد الجمهور، وحاولت وش اسمه انه وش اسمه اتقرب له. ايوه ذكرت الان في عامل ثاني 96، اكيد 96، لان الان في موضوع ثاني حدث تذكرت يعني السنه اللي تاليه. فهني التقيت فيه للمره الاولى وعرفت بنفسي، قلت له انا يعني عازف فلوت واسمي احمد غانم، وجدا انا من يعني من اهم يعني من اكثر الناس المعجبين فيك وكذا وكذا، فحاب اذا ممكن نكون على تواصل. طبعا جدا هو متواضع الاستاذ مارسيل خليفه الفنان، ورحب هذا الشيء، وظل بيننا تواصل يعني الى حد يعني بسيط. لكن في السنه اللي بعدها، وهذه السنة الآن يعني أنا تخرجت وصرت مدرس، هني يعني في الصيف 1997. زين، أنا طبعا قبلها التقيت يعني في شهر أعتقد أبريل من سنة 1996، نعم، التقيت مع وسام بستاني بالصدفة. يعني خلنا اقول لك احد اهم الشخصيات او الاساتذه اللي اثرت فيني هي كان الاستاذ الفنان البريطاني ولكن هو اصل لبناني وسام بستان. التقيت فيه انا في وين؟ في الصدفه كان مسوي فعاليه في مركز الفنون، ورحت وشفت هاي الحدث،
وكنت يعني أنا قارئ عنه مهم. يعني في أحد المجلات، وأنه هو عنده مهارة وكذا، بس لما شفت بصراحة عالم آخر، يعني عنده أسلوب يعني غريب جدا في العزف، تحس أنه يجسد لك الموسيقى، فاهم؟ يعني أنه أحيانا هو صح. يعزف اي عقب ما يخلص من الجملة يطالع شيء، تحس أنه شنو يطالع، طير؟ اي فأنت تقول يعني اي فعلا اي هاي اي الحالة مو أي واحد يعني. صح. فسحرني بصراحة، وصار عندي بعد أنا أبغي أتعرف على هاي الأستاذ. طبعا أستاذ أحمد جميلي كان حاضر وقتها، فرحت له أقول له ممكن تعرفني على هذا الفنان؟ قال لي عاد، أخذني يعني ما يقصر أبو خالد، يعني بصراحة هذا الله يذكره بالخير من أهم الفنانين البحرينيين اللي كان لهم دور على المستوى كفنان أكيد. وأيضا كإداري زين. فأخذني وداني، قال لي هذا عازف فلوت من البحرين. هني انا عم بالي بعد ما يتحكي عربي، لانه كان طول الوقت يتحكي انجليزي، إنجليزي. اللي هو يتحكي لبناني. جد يقول انا صار لي 3 ايام هني في البحرين ابي اشوف احد يعزف فلوت، ما شفت احد. قلت له ما ادري انا، بكره اشوفك. قال لي لا انا الليله مسافر. قال لي بس من هلا احنا اصدقاء. قلت له حلو، بس انا حسيت الكلام يعني امانه ما اتذكر، كان من قبل الخميس والجمعه اجازه، كنت قاعد في البيت ولاهي رتب اموري، يجيني اتصال اللي هو من وسام بستاني. اوف. اي والله، يسالني احمد شو اخبارك، شلونك، شنو مشاريعك؟ انا بصراحه ما مصدق عمري، اقول معقوله؟ معقول بيتصل فيني يعني؟ اي والله، اتصل ويسالني يقول لي شلون تطور مستواك، شنو، فكلام على كلام. قال لي ايش رايك لو تحضر دورتي؟ انا بسوي دوره في الصيف. قلت له والله فكره. قال لي بس عندك فاكس؟ عندك ذاك؟ اي اعطني وسيله اتصال اطرش لك. فاعطيته رقم الفاكس، فلان ارسل لي الفاكس. و الله يرحمه ايام الفاكس. اي للحين موجود عندي، صدق المفروض. واو. اي انا احس هالاشياء بتظل ثمينه عقب. ايه صار يفتح فيها متحف بعدين هذه. فاللي حدث ان انا رحت اول دوره، يعني ما بتكلم تفاصيل اكثر، فلما رجعنا من الدوره هو وسام بستاني كان عنده حفله في المهرجان الموسيقى. اوكي. اوكي، فهني صدفه كان جاي مارسيل خليفه بعد، اوكي. فالتقوا اثنينهم في نفس الليله، فاهم قصدي؟ اللي هو اللي عزفنا فيها اي انا ويا وسام، صح. وهو كان جاي فشافني اوكي. هني يعني مباشر، يعني مارسيل شاف ادائي يعني لايف زين، وانهم حلو. لاول مره يلتقون رغم انهم يعرفون بعض. اي وبينهم حتى قال لمارسيل، قال لوسام اذكر، قال انا بسوي لك عمل موسيقي طالما ان احنا التقينا لاول مره. فكنت انا اتواصل ويا وسام اكثر من مارسيل. حلو. قال لي ترى تدري ان وش اسمه، ان مارسيل خليفه طرش لي العمل واسمه طيور الحب. حلو. قلت له والله، اقول يصير احصل نسخه منه؟ قال لي اكيد، بس انا لازم استاذن منه، بس انت تعرف اسلوبهم يعني الثقافه اللي موجوده صح. الغرب وهي الصحيحه، ان هو مو بس لازم. ايوه ان هي اي كان نسخه اصليه وان لازم اي يستاذن فعلا. فطرش الحين. اللي حدث انه في 2001 كان يعني بدا الميثاق هني في مهم. البحرين، فالمنبر جمعيه المنبر التقدمي كانوا يعني يعرفون ان في نشات علاقه بيني وبين مارسيل، فطلبوني ان انا اللي اتواصل معه في من اجل تقديم حفل موسيقي حفل هني بمناسبه الميثاق. حلو. فعلا هني بدأت على تواصل وياه بشكل وطيد جدا، وفهني فاجأني انه هو يعني قال لي احمد انا عندي لك مفاجأة، قال لي انا كتبت عمل سميته صباح الليل الفلوت وفرقتي اللي هي الرباعي الوتري.
الكورتيت اللي عنده هو ايه. ايوه، فطبعا انا يعني راويتك جزء شفته منه، ايه. فما يعني اذا تحب تخلي جزء منه، لان للاسف طبعا في اخطاء فنيه حدثت نتيجه التكنولوجيا في ذاك الوقت. والله حاولت اشيل احمد كلش ما ما يعني ما قدرت اعدل المشكله بالصوت يعني. بس الحين من باب هاي الاشياء الفريكونسي ما تحدث الان، لان الحين النظام مو جي اس ام صح؟ لان هاي يعني لا يعني الحين ما صعب انك تحصل هاي نفس الطنه، هاي كانت في بدايات الجي اس ام، الحين تغيرت يعني الطريقه اللي يشتغل فيها، فما تسمعها يعني بهالطريقه. يمكن اذا قربت كلش التليفون للسماعه، بس انه بشكل عام يعني ما تصير هاي، يعني نادرا جدا ما تلاقي هاي الاشياء اللي تصير. فامانه انا جدا يعني لما استمعت حتى للبروفا، لعلمك هذه اول بروفا، يعني عاده بروفات يعني تاخذ وقت كبير، وان هذولين ما صح، عزفت وياهم، يعني هذولين هم يشتغلون ويا بعض. اول مره تشوفهم يعني. ايوه، فانا حتى كنت يعني مندهش من نفسي، عاده اول بروفا تكون سيئه. اي اكيد، على ما تاخذ ايدكم يعني، على يعني على بعض وعلى الموسيقى وكذي يعني. ولكن مثل ما شفت في الفيديو كانوا هم لا والله بالعكس، انا مستمتعين حتى بحاول اشغل منها مقطوع بعد. هني بحاول اشغل منها جزء عشان الناس تقدر تشوفها. هاي كان احمد اللقاء الاول فني يعني. طبعا صح، لاحقا شاركت مع ابنه عزف طيور الحب مع رامي في حفله اللي هي وزاره الثقافه في ذيك الوقت استضافوا ايضا في الصاله الثقافيه، فعزفت طيور الحب. ما دام احنا قاعدين نتكلم عن الموسيقى العربيه بشكل عام، هل في نقطتين بدمجهم في نقطه واحده وبعدين راح نختم اللقاء. وين تشوف الموسيقى العربيه متجهه اليوم وبالتحديد في منطقه الخليج؟ وهل تعتقد ان النظام التعليمي عندنا خاصه في دول الخليج، يمكن يعني بشكل عام في العالم العربي لكن بالتحديد في دول الخليج، هل تلاحظ ان او هل تشوف ان النظام التعليمي يحتاج انه هو يعيد النظر في تقديم الموسيقى كماده اساسيه في المناهج المختلفه اللي موجوده؟ شنو نقدر احنا نقول حق اذا المسؤولين مثلا قاعدين يسمعون اليوم، شنو احنا نقدر نقول لهم على اساس ان نخليهم يعني يعيدون النظر في موضوع اعاده طرح الموسيقى كجزء اساسي من مناهج التعليم؟ اوكي، يعني خلينا نتكلم عن انا في وجهة نظري الموسيقى مادة أساسية فعلا من أجل تنمية ذوق الإنسان بشكل عام، وهذا بيكون من صغر. ولكن هو الشيء الأكيد مو الكل عندهم نفس الطاقة ونفس الانتماء، فهني أنا أتصور أن هي أبسط شيء أن هذه المادة فعلا تكون موجودة في المدارس. مو شرط يعني انك يعني الكل لازم يعرف يعزف ولا شيء، بالضبط، بس انه مثل ما تقول هو الميوزك ابريشيشن يعني، بالضبط، انهم يستمعون يميزون هاي الالات. يعني بعطيك نموذج اللي حدث في انا لما رحت في ورشه عمل في النرويج، زين قعدت شهر هناك تقريبا، فمن ضمن المشاركات اللي انا حضرتها زين ان قالوا لي ان احنا نبيك تعزف في مدرسه حق مدرسه اطفال. واو، زين قلت لهم اوكي. فطبعا شنو البرنامج كان؟ هي البرنامج غالبا يعني كان موسيقات انا مختارنها، بعضها من مؤلفاتي بعضها موسيقى عربيه، وهم وفروا لي مجموعه من العازفين اعتقد كانوا اربعه، زين، وانا قمت احاول اوزعهم. ف هم يبون هذا، يبون ينمون ذوق الاطفال على ان يستمعون الى يعني موسيقى الالات المختلفه والموسيقى الانواع المختلفه بعدين، اي من ثقافات مختلفه. صح، انا توقعت الان يعني ابسط شيء انه الحين يعني احنا هني يوم اللي في زياره والله شيء ل يعني الى فرقه او وفد مثلا مدرسه، ما نشوف الا اهم شيء طابور، طابور الضرب تلشط فيهم علشان يوقفون طابور، زين صح، زين، وبعدين يمكن يحضرون ولا يستفيدون، لان اذا طفل يعني لشطه مثلا انت كانك جايب لنا عملته مو بانسانيته، بالضبط، هاي يا اخي خلاص نفسيته راحت. هناك امانه اللي شفته
جدا مختلف. جدا مختلف. الأطفال وهم جايبينهم في حالة مرح ما تتخيلها ويا أساتذتهم. واو. إيه يعني هاي واحدة من الأساتذة يعني يمكن شفنا بعض الفيديوهات يعني توي شلون يضحكون وما أدري إيش. واحد من الأطفال جاي يتقشمر ويا أستاذته ونط هني فوق كتفها. واو. أنا الحين قاعد أقول تضحك عليه. صح. دورتي يعني ما نتعاتب يعني. بس جايين مستمتعين وفعلا جو قعدوهم قعدوهم على الأرض ما في داعي تنظيم أوفر ولا شيء. هم قالوا لأن يعني أنتون بس عليكم يا حزة اللي بتبدأون بدأوا إنزين وعزف بالضبط. طبعا كان من الطبيعي أن كل شوي يهدرون بس يوقفون وحاجونهم يكلمونهم بس بلطافة. أي. بس كانوا مندمجين ومستمتعين. اذا هذا هو الفكره. انت مو مطلوب منك ان انت تحط منهج وتقول ان انا ابي هذا اللي في الصف هذا المنهج انه يعرف يقرا مثلا يميز النوتات الموسيقى. لا مو بالضروره. سمع موسيقى ود حصه استماع مثلا ولا شيء كذي يعني. المميزين هني بعدين نخليهم نختارهم على قولتهم تفلترهم عنهم تفلترهم. وفعلا يكون اولا المدرس الموسيقى يعني انا عانيت من هالشيء 10 سنوات. يعني انت تخيل اشوف انا طلبة مميزين. طيب انا عندي في الصف لا يقل عن 20 واحد لان يقسمون مثلا الصف. طيب شو اسوي في هذولين اللي ما بين في مشاكل تصير. صح. ان بعضهم طبعا لا يخفيك انه يقولون يعني الموسيقى حرام. زين احنا شو سوينا احنا بعضهم تقنعها هاي بعد الحين اي فتصير ما بين يعني في اشياء يعني هامشيه قاعده تاثر على الجوهر. صح. فانا اقول ان هي تالي هاي ويمكن هم هذلين يخربون على الناس اللي عندهم الموهبه. واجد يحدث يعني هالشيء. انا زين هاي بالنسبه نتكلم عن مراحل التدريس المرحله المدرسيه. ولكن أمانة يعني اللي محتاجة إلى دول الخليج واللي في بعضها تحقق ولكن خلنا نكون يعني صار إلى نبي لبعد وقت شوية. أيوة. هو الحاجة إلى وجود أنا بالذات هنا عندنا في البحر أنت حاجة إلى وجود أكاديمية وطنية للموسيقى. صح. يعني صح. الآن يعني أنا بتكلم بيني وبينك يعني كنموذجين يعني ترى مو بالضروري يعني الآن أنا أكون موسيقي أو عازف ولازم إن أنا دارس يعني نموذج أنت يعني مو شرط. صح. أي. صح. يعني لو وجود أكاديمية للموسيقى كانت موجودة ما كان بيكون لها أثر إيجابي أكثر إلك وأنت أكيد طبعًا أكيد طبعًا أنت ما بتترك أكيد. تخصصك يعني أكيد. أنت بتضل تدرس كمبيوتر تخصص بس حتى لو كنت مثلًا أنا لو مثلًا يعني تخرجت من الثانوية وكان عندي الخيار مثلًا إنه يكون بروح حق مثلًا أكاديمية مختصة ووطنية ومعترف فيها عالمين وكل شيء خاصة باسم الموسيقى ما تدري يعني الحياة شلون. عارف شلون يعني الخيار ما كان موجود. يعني كان أوكي يا إن مثلًا يعني على قولتهم تتخصص حتى يمكن بعض الناس يتخصصون في أشياء ما يبغون يتخصصون فيها. بس لو كان هذا الخيار موجود كان ممكن يكون الواحد يختار أشياء ثانية في الحياة ولا. بس يعني صح كلامك إنه يكون في أكاديمية يعني محترمة موجودة في البلد أكيد راح يعزز من المهارات هذه. حتى لو أنت ما تتخصص فيها يا أخي بتروح تدرس فيها كورسات مثلا على جنب. فهذا يعني البحرين يعني الكل يشهد له فاشي. فنانين عندنا فنانين يعني مو إن ما عندنا فنانين اي ومنتشرين بالدول الخليج كامل لو تشوف. صح. يعني زين. صح. ولكن في هناك جانب معين ينقصهم بالضبط اللي هو الجانب الأكاديمي. لهذا يعني حرام ان تقول ليش لان بيوقف امامهم في حاجز بالضبط يعني. فهذا هاي النقطه اللي تيلي لازم يستحق ان يعني نوقف امامها ان لازم يكون هناك في اكاديميه ويعني وطنيه وان مجرد ما يوصل للثانويه اللي واحد عنده الاستعداد ان يتعلم موسيقى وعنده هاي الرغبه وموسى يعني لان امانه خلينا نقول كثير من اللي كانوا
يروحون يدرسون موسيقى كانت كاختيار أخير، صح. على اعتبار أن الموسيقى سهلة. يعني من شيء خطأ طبعا. إيه، وأنا أقول لك يعني، وخلنا نعترف 80% منهم فشلوا أكيد طبعا، يعني أنت مو شو الموسيقى مو سهل، شيء سهل يعني. عن جد. يعني يعني أولا يعني ما بعض، عنده لا، إذا خاصة إذا ما عنده لا الميول ولا الموهبة ولا هايش يعني. والإحساس الداخلي بعد أنه إيه أكيد طبعا. فرايح. يعني يعني أكيد أنت أمامك نماذج وايد، وأنا أمامي إيه نماذج وايد. أكيد طبعا. إيه ومثل ما قلت، الموسيقى يعني علم مو سهل، يعني هو أكيد. رياضيات. إيه بالضبط يعني بالضبط، أمانة يعني جزء كبير منها الرياضيات فعلا صح. إيه، يعني لا زلت أذكر إن إحنا وأنا في المعهد، زين، هاي المواد اللي هي يعني مثل الهارموني أو مثل الكونتربونت، التحليل الموسيقي، أنا ما كنت يعني أتعامل وياها إن هي واجب مدرسي. لا، أنا كنت أستمتع. يعني شفت شلون، أنك بالضبط. أن يعني شي تبغى تعرفه، أي شي تبغى تتعلمه. بالضبط. يعني من ضمن الأمور، يعني أسأل مثال، أنا الهارموني درسوني إياه مثلا مادة ثانوية. يعني يمكن التقيت مع صديقنا فنان محمد حداد محمد حداد إيه كان هناك. ضيفنا هني. ايوه، هناك مو ماده ثانويه، هناك ماده اساسيه، هناك لانه هو أساسية يدرس تاليف. أكيد طبعا. إيه انا امانه من ضمن الامور، الاشياء اللي كانوا يدرسوني اياها كنت اعرفها، بس انا كنت اجيب مدرس خصوص علشان يعني هاي يعني كانها مسائل اللي يعطونا اياها، التمرين اي 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 مسألة حط عليها هارموني. اي هذا كان بالنسبة لي كنه واحد زائد واحد. اي أنا صح. لأن كنت رايح أدفانس آخذ اي دروس خصوصية مع مدرس ثاني، اي لأن كان عندي إحساس أن هذا الشيء لما أرجع البحرين ما بحصل، يعني ما صح بشوف أكيد ما أستاذ. بتحب بالضبط أي بالضبط. بنموذج آخر، يعني مع هاي الدكتورة اللي هي عواطف عبد الكريم، كانت درسنا تحليل موسيقي، وكانت مألفة كتاب عن فوجات مال باخ، زين، كامل. فكانت هي اللي تدرسنا، وكل يوم تجيب لنا وش اسمه فوجة واحدة، اي وتقول لنا هاي الفوجة مكونة من مثلا صوتين اللي عقبها 3 أصوات، زين. أنا طبعا الكتاب عندي، وأنا وصلت للأخير وقاعد يعني، وعندي يعني ماخذ السيديهات من او الاشرطه من المكتبه، اي واسمع واحلل. وفي المحاضره طبعا طلبه اللي وياي حسهم مساكين، ضايعين يعني. اي يعني كل واحد زين، وهم احيانا يسالون يقول انت من قد بتفهم يعني، بتقول ايه؟ قلت له ايه، امال ايه بفهم، زين. عموما في الامتحان اتذكر جابت لنا امتحان هي وصلت لنا لحد فوقات تحليل من 4 أصوات بس، اوكي زين. مثل ما قلت لك، انا اوريدي كتاب عندي، اظن وصلت له فوق 6 فوقات، ما ادري ايش يعني، عفوا فوقه من 6 أصوات يعني. فهي جابت لنا من يعني، فاهم قصدي، مال اي نوع من التحدي يعني. اي 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 ففي الامتحان جابت هذه، فهي ما كانت تميز اسمي يعني، هي من النوع يعني، يعني مو كانت كبيرة وايد في السن، ولكن ما تركز، ما تحاول تعرف في اسماء. الأسامي ولا ايه، إيه. فعقب ما رجعنا من منتصف الفصل، اللي تقول انا اديتكم يعني فوقه فيها 4 أصوات بس انا في حاجة لفت انتباهي، في واحد عرف يقاوب، مين ده؟ هلا اقول لها انا، اللي تقولي ازاي عرفت؟ قلت لها دكتوره الكتاب مالش في المكتب انت يعني، فانا مو لازم بس انا يعني اسمعش يعني. قالت والله عفارم عليك يا احمد، تقولي ليش؟ فهاي هاي هاي عنصر يعني بعد مهم جدا، انه ترى أكيد انه يكون في شغف عند عند الواحد، الشخص. إيه علشان انه انت مو بس انك اني ادي واجبي. وهذا الشيء كنا بالضبط نشعر فيه لما كنا في المدرسه مغصوبين،
صح ولا مو صحيح يعني تاخذ مواد ما لك خلق اصلا تاخذها يعني إيه؟ فلذلك انا اقول يلا خلني اذا يبدي تمارين زين زين يعني إيه؟ بس هني لا انا انت هاي الشيء حابه يعني فمن الطبيعي ان انت تروح يعني تتعمق فيه صح فهذا الشيء طبعا بعد سنوات تبدا تشعر يعني تبدا فعلا تعرف اثره على نفسيتك فهمك بالضبط. للموسيقى يعني بالضبط بشكل بالضبط. عام يعني صح كلامك احمد في ختام حلقتنا اليوم شنو النصيحه اللي ممكن تقدمها حق كل المهتمين في تطوير مهاراتهم في العزف في التأليف أو في أي مجال آخر في الموسيقى يعني إذا حد اليوم شاف المقابلة هاي وخد منها نصيحة واحدة أساس أنه هو بالفعل يقدر أنه يبتدي في مجال الموسيقى شنو النصيحة اللي تقدر تعطيها؟ أول نصيحة وهذا يعتقد الكثير يمكن يعني يوجهها لنا أنت لازم تبدأ ابدأ بما عندك من إمكانيات اوكي يعني انت حاب تتعلم مثلا اله البيانو لازم تكون عندك اله بيانو هاي الدرجه الاولى اثنين زين حاول تبحث انت لا تنتظر حلول من الاخرين زين صح انت ابحث عن طريقه ما لان عشان تتعلم انت امانه او مثلا هاي بالنسبه مثلا واحد يحب يالف موسيقى اوكي يعني واحد يقول طيب لازم واحد يعلمني التأليف واحد انا لا مو بالضروره لا مو شرط مو بالشر انت جيب الادوات خلهم امامك وابدا ابدا اوكي بتغلط اكيد طبعا بتغلط ايوه ولا تحاول ان هذه التجارب حتى تخفيها بالعكس هذا عقب زمن بترجع لها بترجع عليها وبتكتشف ان انت بتصلح عليه اذا بتقعد تتردد ما يعني بتظل واقف يعني انا يعني في هذا السياق بجيب مثل حدث لي اول مره لما كنت يعني ادرس في القاهره مع دكتوره اماني عبد السليمان زين لما انتقلت انا لمحل كونسرفتوار صار في كان اسبوعيا او كل اسبوعين في حفل للطلبه أمام أولياء الأمور وأمام المدرسين وهذا كان أحد العوامل التدريب إن إحنا شنو إن يعني يصقل عندك مهارة الأداء أمام الناس زين كانت الدكتورة كل ما تصير مناسبة أنا يعني كنت طالب زين عندها مبتدئ تقول لي حتشارك معهم المرة دي يا أحمد أقول لها لا معلش دكتورة وأفوت بعد دارت سنة واحدة قالت لي المره دي بقى مش حتشارك ايوه حتشارك يا احمد عموما اللي حدث هذا اللي منه فعلا بديت افهم ان انت لا يعني لا توقف يعني لا تصير جبان يعني لازم صح. تكون تواجه يعني اللي حدث ان قالت لي انت حتشارك بالعملين دول كانوا واحده من الموسيقات موسيقى ديبوسي اللي هو في عمل هو اسمه الاصلي كاتبنا ديبوسي ليتل نيجرو بس سموه حولوه الى كيك ووك لان الاسم فيه شويه من العنصريه والثاني مقطوعه لهاندل او شيء عموما المقطوعه الاولى كنت مع طالب يعني يعزف بيانو اوكي عزفتها اوكي بس شنو كنت طالع روحي متردد يعني ايه اول مره كذي اعزف قدام مجموعه ايه المدرج مال معهد متروس او لي امور واساتذه ما اعرفهم يعني وانا كنت خجول جدا يعني ما يعني علاقاتي كلش ضيقه يعني كنت علاقاتي الوحيده مع هاي استاذتي وكنت تلميذين طلبتي يعني صح فكنت امشي جنب الحيط على قولتهم زين الحين الطامة الكبرى حدث شنو في المقطوعة الثانية اللي بعزفها مع مصاحبة اللي هي مع خبيرة روسية تعزف بيانو لأن شنو العمل دوسي هني اللي حدث أن أنا أساسا قبل لا أطلع على الستيج كنت أسمع واحدة تعزف مقطوعة بيانو مقطوعة فلوت لعمل
السنة اللي طافت أنا عازف هناك. أنت عزفتها إيه؟ فهذا النغمات يعني اللي هي يعني مي سول مي دو مي دو كذي النغمات يعني أسمائهم نفسها ولكن الأشكال الإيقاعية مختلفة. فهذاك اللحن يسوي تارارا تيرارا تارارا تيرارا تارارا، بينما هذا ديبوسي تارات 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 تارات. زين شنو اللي صار؟ على قد هادي في مخك ثنتينهم اتداخلوا ويا بعض. طبعا لما بدأت يعني ناسف ننطلق ويا بعض اي بس ما اعرف انا خلصت سطر الثاني استوعبت على نفسي او اوت يعني وقفت بكل ثقة قلت لهم سوري بتأسف انا ما اقدر اكمل يعني ما كبر زين وطلعت وانا انا كثير سيدة وقفت لي و يعني الاستاذة في ذاك الوقت يعني ما كان دكتورة مثل ما قلت لي احمد صراحة انا جدا معجبة وشكرا لان انت كنت عندك هاي الجرأة وان انت توقف وتقول يعني بعضهم ممكن ما يقول ممكن يكمل ولا يقول شيء يعني وانا واجهت يعني ان بعض الطلبة لما يفشلون ما يقول متأسف اي صح يطنقر وهد المكان ويسوي لك على قولتهم يسوي لك فرح يعني على الستيج اي فمنها بديت صار عندي يعني حس واهتمام ان انا ابي اشارك في الامسيار صرت في انا ابحث عنهم صح يعني من ضمن الاشياء مثلا كنت في بريتش كونسل انا اخذ كنت كورسات انجليزي ما له علاقه فكانوا يسألون أي واحد عنده أي مهارة يبي يشارك يقول أنا كنت أروح أشارك في هذه الفعالية. فمن هنا أبغى أوصل هاي النقطة إن أنت لا تصير يعني عندك نوع من الخشية في المواجهة. صح. عندك اهتمام ابدأ. ابتدي. بس ابتدي. وقول للناس وتأكد إن أنت بتتعلم. صح. والنقطة اللي أهم. لا يصير عندك حالة من الغرور في يوما ما ان تعتقد نفسك انك انت وصلت انت يعني. وصلت خلاص انت you are the best لا مستحيل لان هني بتبتدي تنزل هني بتبدا ان انت خلاص قضيت على نفسك يعني صح يعني انطلق واصل التعلم هاي نقطتين اتلي اللي مهم جدا ان صح. الواحد يكون يعني متمتع فيهم يعني خاصة في الموسيقى يعني ما سوي تقول أنت خلاص وصلت وكذي يعني بالعكس يعني أنت مهما تعلمت مهما تعمقت في الموسيقى دائما في بعد مجال أنك أنت تتعلم وبعد مجال أنك تطور من نفسك خاصة في العزف يعني وأنا يعني مثل ما يقولون هاي الشيء أنا يعني أخجلني أنا أقوله بس أنا ما قاعد أتدرب ناي بشكل يومي فكل ما أرجع حق وأعزف الناي أحس إنه تعال أنا لا رجعت كم من سنة ورا كذي لازم أرجع أعدل ولا ياخذ لي يعني شويه وقت على ما ارجع بهاي المايند سيت مره ثانيه ف دائما في مجال التطوير دائما في مجال الواحد يحسن من مواهبه احمد استانست واجد معاك اليوم واجد عندي اسئله بعد بس الوقت ما شاء الله يعني انا قاعد اطالع التايم قضينا الساعه وشوي ونص تقريبا يعني. انا ايضا استمتعت يعني انا بالعكس يعني صراحه واتمنى ان هاي المره الاولى واكيد راح يكون لنا بعد دقائق اخر واحب اشكرك واحب اشكر وقتك اللي قضيته معاي هني وراح اخلي طبعا الرابط حق قناتك على اليوتيوب في هاي الفيديو تحت في الديسكربشن على اساس ان الناس تقدر بعد تطلع على تجاربك الفنيه احمد مشكور ما قصرت يعطيك الف عافيه وشكرا شكرا لك الله مع السلامه الله يسلمك الله يخليك مع السلامه